جينا بقى للفقرة المميزة والحلوة جدا اللي بنبقى محتاجينها بعد اللعب ده كله، فقرة المطبخ، وان احنا نعمل أكلة حلوة وناكلها مع بعض. مين بيعرف يقف في المطبخ ويطبخ وكده اصلا؟ انا. بنات حلوين وامارات، ومعاهم الاستاذ موسى. بتعمل ايه انت يا موسى؟ بتعرف تعمل ايه؟ بعرف اعمل بيض ولحمة. نايس. بيض حلو. بيض مسلوق؟ بيض عيون مسلوق. يا نهار ابيض، ايه الشطاره دي؟ وانت بتعرفي تعملي ايه؟ انا بعرف اعمل الفراخ والرز بالشعريه. يا ولد على الرز بالشعريه، بس طبعا مامي بتساعدك في المطبخ. يعني انت بتساعديها، بس قصدي الحاجات اللي على النار هي اللي بتعملها. ماشي. تعملي ايه بقى يا استاذه دوريا؟ قطعي سلطه، بتقلبي حاجه؟ لا، بعمل سلطه بس. تعملي السلطه بس؟ طب شطاره. وتوته بتعمل حاجه؟ بعمل بيض عيون مسلوق او بيض، كل انواع البيض يعني. ايوه، وبعمل كمان سلطه. سلطه. طيب بصوا بقى، النهارده هنعمل سلطه حلوه جدا جدا جدا، ومفيده ولذيذه، وفيها تريكس مختلفه شويه. طبعا احنا عايزين نشكر المعهد القومي للتغذيه عشان بيقول لنا وصفات حلوه قوي، مهمه قوي، مفيده قوي، هي اللي بتبقى معانا، وبنعرف بقى ناخد الوصفات الحلوه منهم ونعمل حاجات بتبقى طعمها حلو قوي ومفيده جدا. النهارده عندنا سلطه فراخ شبه التشيكن سيزر شويه، بس فيها تريكات مختلفه. هنعرف بقى نعمل ايه. الفريق ده هو اللي هيعمل الدراسنج بتاعنا او الصوص بتاعنا. دي قشطه، وده مايونيز، ودول حبه ليمون. المفروض نعمل ايه؟ المفروض ان احنا كل واحد ياخد معلقه كده، ولما اقول لكم يلا تعالوا ابتدوا بقى، هم لما اقول لكم ابتدوا بقى ان انتوا تساعدوا بعض وتقلبوهم في بعض عشان نعمل دريسنج، هنحط المايونيز على القشطه وشويه ليمون، مش الليمون كله، ونقلبه سوا. اوكي، يلا حط المايونيز على القشطه. حط المايونيز على القشطه. يلا ابتدوا اعملوا الدريسنج بتاعنا. نقلب دلوقتي؟ نقلبه دلوقتي. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ عندنا نار وعندنا فراخ مسلوقه. طبعا نقدر نحط الفراخ المسلوقه زي ما هي، ونقدر برده نشوح الفراخ المسلوقه بتاعتنا بحبه زيت زيتون عشان تبقى برضو ستيل مفيده. مثلا نحط شويه زيت زيتون. ايوه، طبعا الفراخ بروتين حيواني، والوجبه كلها فيها فيتامينز كتير. نسيب بس الزيت ايه يسخن شويه. عندنا الفراخ بتاعتنا المسلوقه اهي، وان ايه نحط كده الفراخ. ممكن تساعديني يلا يا كادي؟ نزلي الفراخ ونحط على الفراخ. ممكن تمسك دي معايا؟ ساعدني كده. حطيهم كلهم. حطيهم اكتر. ممكن نحط هنا برضو في الدريسنج حبه ملح، حبه صغننين قوي. ايوه، احنا حطينا مايونيز على، حطوا المايونيز على القشطه. وبرضو ممكن نحط في الدريسنج حبه كمون وفلفل اهو كده برضو. احط كله؟ ايوه. لا، حطي كله. ايه؟ حطي مايونيز كله على القشطه كلها. اوكي، وحبه كمون بقى يعملوا ايه؟ طعم لذيذ قوي. ممكن نساعد بعض هنا بالظبط. وحبه ليمون صغيرين وهنقلب. هنا عملنا ايه؟ كادي بقى، شكرا يا استاذ موسى. كادي حطت لنا الفراخ بتاعتنا الحلوه، واحنا بقى هنشوف البوله بتاعتنا اللي هنعمل فيها السلطه فين؟ هنجهزها. اكيد جاهزه البوله بتاعتي. ايوه دي، برافو، شكرا. حطها عند الاستاذ موسى كده. جاهز يا موسى؟ طب عايزين بقى تبتدي تجهز لنا الحاجات بتاعتنا. نحط الخس، خلي موسى بقى يحط الخس، واحنا هنا بنشوح الفراخ. تشويحه بسيطه، نحط لها شويه برضو. كله كمون كده اهو، حبه ملح، حبه ملح ما يخسرش طبعا. دي فراخ مسلوقه ومقطعه كده خلاص. احط كمان البقدونس والكرفس. ده بقدونس. ايوه، ده الكرفس وده البقدونس، واللي نخلصه نحطه تحت في الدرج اللي تحت. احنا كده حطينا ايه؟ ملح وكمون. نحط سنه فلفل. احط الخيار ده؟ استنوا، خلوا الخيار في الاخر. خلاص، خلي الخيار. اوكي، احط العيش ده؟ لا، العيش ده برده في الاخر. انت حطيت كله، حط البصل. يلا، بصل. واحنا هنا ايه، شوحنا الفراخ. حطيت تشويحه بسيطه، هي اوريدي مستويه خلاص. احنا بس بنشوح. انتوا عملتوا دريسنج؟ استنوا، ده كمون. لا، ما تحطش كمون تاني. انت كده جهزت اللي عندك. شيلوا بقى الاطباق اللي فاضيه دي، حطوها في الدرج اللي تحت. يلا، عشان احنا واحنا بنطبخ، نحط ده لسه، هنحطه في الاخر. واحنا بنطبخ لازم ننضف ورانا، ما نبقاش بنساعد ماما من حته ونزود عليها من حته تانيه، صح؟ البنات بقى، انت بتروقي المطبخ وبعد ما تخلصي بالرز الشعريه ده ولا ايه؟ طبعا بروق.
وبنروق اوضتنا وبنروق حاجتنا والباقي بيروقوا ولا ايه؟ اهو احط الملح. هو ده خلص احطه صح؟ لا لسه. حطيتي مايونيز على القشطه والدريسنج جهزتوه؟ طب استني هاجي لكم حالا. حطينا ملح وحطينا كل حاجه نشوحها. ممكن يا كادي تتاكدي انها بتتشوح؟ عارفه يعني تتشوح طبعا. أيوة. تاخد لون صغير. هنا بقى خلصنا. حطينا شويه ليمون قد ايه؟ حطينا يعني ايه حبه صغيرين. حطي حاسبي ايديك. حطينا قد كده قد كده. طب ممكن احط حبه كمان ليمون في فيتامين ولذيذ وبيدي مزازه حلوه. ايوه انا ممكن اتاكد ان احنا مظبوطين. نقلب لحد ما الليمون يدخل. مفيش معلقه صغيره بس نتاكد بس من الطعم. ممكن ندوق عادي واحنا بنطبخ. جاهزه ولذيذه. ندوق ايه من ده؟ لسه هندوق من ده في الاخر. هنا الفراخ بتاعتنا تقريبا خلصت. ممكن بقى نعمل ايه؟ انا عايزه لا هقول لك بقى. هنحط الخيار المخلل ده مع الدريسنج. حبه خيار مخلل مع الدريسنج مش كله. حبه مش كله. العيش ده نحطه هنا ولا هنا؟ لا العيش في الاخر خالص. اوكي كده خلصنا. نطفي البوتاجاز. برافو يا ست البنات. شكرا يا كادي. حطي الاطباق الفاضيه تحت. حط العيش. نحط بقى ايه الفراخ الاول بتاعتنا كده. اوكي عايزه ادوقها. هندوقها طبعا. امال مين اللي هيدوقها يعني. كده خلصنا تشويح. حته حلوه قوي صح. ايوه ممكن بقى شويه كمون برضو فوق الوش. انا عايزه احط كمون. ماشي حط الكمون حبه كده. يا سلام عليك رشه ذهبيه. جاهزين يا بنات؟ الدريسنج جاهز. بنقلب بس الكمون. ماشي نحط بقى الخيار. يلا حط بقى الخيار اللي نفسك تحطه من بدري ده. كتير كده فوق الوش كده. ايوه بقى. ايوه بقى صابع ذهبيه. ماشي نعمل كده. بس احط العيش. هنحط العيش في الاخر خالص بس نحط الاول. احط ده. ايوه حط. جاهزين يا بنات بالدريسنج؟ ماشي نحط بقى العيش على فوق الوش كده. ده عيش طبعا توست محمص واحنا مقطعينه معروفه دي. كده الوجبه عندنا فيها فراخ مسلوقه ومتشوحه تشويحه بسيطه عشان تاخد طعم حلو بزيت الزيتون. عندنا خس. حطيت ايه تاني قول لنا؟ لا خلاص كفايه كمون كده. حطيت ايه؟ خس وحطينا بصل وكرفس وبقدونس وخيار مخلل صح كده؟ والتوست والدريسنج بقى بتاعتنا اللي هي ايه يا بنات؟ سلطه. ده حلو. مايونيز وقشطه وليمون. حسبي حسبي. ماشي شكرا. شكرا الله علينا. ماشي احط كل دول؟ لا انا اللي هحط عشان انتوا بهدلتوني. هنحط. استنى ممكن تسيبني انا احط الدريسنج عشان انا اتبهدلت بيكو؟ يلا ومحدش يخبط فيا بقى. كله هيتحط؟ الدريسنج كله هيتحط هيدي طعم فظيع بقى ما اقولكيش. ماشي خلصنا كده الدريسنج بتاعنا. نقلب بقى كده عشان ايه؟ بالراحه كل خالص. يخش بالراحه خالص عشان كله يخش في بعضه ويجت ميكس. نحطه في النار بعديها؟ لا خلاص نار ايه؟ احنا حطينا النار خلاص. دي سلطه كلها غسلينها كويس. ريحتها حلوه. خلاص ريحتها حلوه جدا 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 أوي. جدا. طيب ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم بقى في الشكل الفظيع ده والطعم الفظيع ده؟ تتاكل طبعا. ها طبعا. طيب طبعا هندوقها. احنا هندوقها بس احب اقول لكل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا الفراخ هنا طعمها رهيب. لا مش هنستنى بس. الفراخ هنا ريحتها رهيبه واحنا كلنا مش قادرين نمسك نفسنا عشان ندوقها. بس لازم نختم الرحله بتاعتنا دلوقتي حالا قبل الاغنيه طبعا اللي هنغنيها. هندوق بقى السلطه بتاعتنا وبعدين نروح نغني اغنيه حلوه قوي لبابا. جاهزين؟ جاهزين. يلا ندوق. يلا يلا ندوق.